السلام عليكم. دي إن شاء الله المحاضرة الثانية للتشريح للفرقة الأولى. إحنا آخر حاجة في المحاضرة في المدرج خدنا بعض الكومن أناتوميك الديسكريبتيف تيرم. دلوقتي هناخد الإيه البلينز أوف ذا بادي. البلينز يعني مستويات الجسم. البلينز بنقسمها زي ما أخدنا الدايركشن، قلنا البلينز أوف ترانك. ترانك اللي هو الجذع، المنطقة دي في الإيه في الحيوان. اول بلين، اول مستوى نعبه اللي هو الميديم بلين. الميديم بلين هو اللي بيقسم الجسم، اللي هو الخط الاحمر اللي في النص ده. ده البلين اللي هو المستوى اللي بيفصل بيقسم الجسم لنصفين متساويين، جزء يمين وجزء شمال. يبقى ده ديفايد ذا ترانك انتو تو ايكوال هافز رايت اند ليفت. بيمر في نص الجسم، يعني بيمر في الفقرات في الاكزر سكيلتون. البلين الثاني بنسميه بارا ميديان. كلمه بارا دي يعني بارل، يعني موازي، يعني موازي للميديان، او بيسموه الاسم الثاني اللي ساجيتال، اللي هو اللي موازي للميديان. او ده واحد ده والثاني، وبالتالي طالما ده موازي للميديان يبقى هيقسم الجسم لجزئين رايت وليفت، ولكن ان ايكوال. يبقى ده الفرق بين البارا ميديان والميديان، وبالتالي البارا ميديان بيكون بارلل للايه للميديان بلين. البلين الثاني اللي في الترانك اللي هو ترانسفيرس، يعني عرضي او مستعرض، اللي هو زي ما انتم حضراتكم شايفين كده بيقسم الجسم لايه؟ لتو سيجمنت. الجزء ده كرينيال سيجمنت وكودال سيجمنت. انا ما قلتش ايكوال ولا ان ايكوال، لان لو مر في النص بالظبط يبقى ايكوال، لو مر بعيد عن المنتصف يبقى ايه؟ ان ايكوال. بس احنا نقول ديفايد ايه؟ ذا بادي انتو تو سيجمنت، كرينيال وكودال. طب ده هو لو هو ماشي بالايه بالعرض كده لازم يكون عمودي على الايه؟ على الميديان. يبقى ده بيكون ايه؟ رايت انجل. كلمه رايت انجل او فيرتيكال او بيربنديكولار يعني عمودي. يبقى ده بيكون عمودي على الايه الميديان اللي احنا خدناه المره اللي فاتت. البناء الثالث اللي هو الدورسال او الهوريزونتال اللي هو ده بيبقى ايه افقي، بيقسم لي الجسم لجزئين. جزء فوق بسميه دورسال سيجمنت، دورسال لانه عند الظهر، وجزء عند البطن اسميه فينترال سيجمنت. الاثنين برضو دول لو في النص بالظبط يبقى ايكوال، لو بعيد عن النص يبقى ايه ان ايكوال سيجمنت. برضو ده هيبقى عمودي على الاثنين اللي قبليه، على الميديان وعلى الترانسفيرس ايه بلين. الاسم القديم للدورسال او الهوريزونتال بين كان بيسموه ايه فرنتال، ولكن ده اسم خاطئ ما عادش بيستخدم الان. البلين بقى اوف ليمبس نفس الكلام، الميديان والباراميديان زي الترانك اهو، ادي الليمبس اللي هي الاطراف رجول الحيوان. يعني لو مر في النص وقسم الرجل لجزئين ايكوال رايت وليفت يبقى ده ميديان بلين. لو مر موازي للميديان وقسمه الى جزئين رايت وليفت ان ايكوال زي ده كده يبقى ده باراميديان او ساجيتال. هنا بقى الترانسفيرس، الترانسفيرس هنا مختلف عن بتاع الترانك، لان الترانك يا جماعه موازي الارض، ولكن الليمب القائمه بتكون عموديه على الارض، عمودي يعني ايه. وبالتالي لو عملنا هنا سيكشن ترانسفيرس عرضي هيقسمها لجزئين تو سيجمنت بروكسمال وديستال، مش زي بتاع الترانك كان كرينيال وكودال، لان وضع الرجل هنا عمود على الارض مش موازي للايه للارض. الجزء البلين الثالث اللي هو الدورسال ده بيقسم لي الرجل برضه عشان الرجل عموديه، بيقسمها الكرينيال وكودال سيجمنت. طب امتى اقول كرينيال؟ لو هي فوق الكربس او التارسس، لو تحت اقول بيقسمها الايه الدورسال وبالمر او بلانتر على حسب ايه الرجل. تمام. في بعض المسميات الاخرى لازم تعرفوها، سوبيريور او سوبرا اختصارها اللي هي اباف، وده خدناه في العمل زي السوبرا سبانس فوس لانها فوق السباين بتاع السكابولا. انفيريور اختصارها انفرا، برضه بيلو، وخدنا برضه بيلو يعني تحت، يبقى الانفرا سباينس فوسا كانت تحت السباين. سوبرفيشال يعني ايه؟ سطحي، على السطح على الخارج، ده كلوز تو ذا سيرفيس. اللي عكسها ديب، ديب او بروفاندس يعني عميق للداخل يعني. البريفرال عكسها بريفري او بيري، اسف، بريفرال عكسها بيري اللي هي محيطي او خارجي، يعني بره عند الايه؟ عند السيرفيس من بره. بارايتال يعني جداري، يبقى عند جدار الجسم البادي وول. فيزرال يعني احشائي، يعني عند الاورجن. سوماتيك زي بارايتال يعني جداري. اكسيال يعني بيمر بنص الجسم، الميديان ايه بلين او السنترال لاين اوف ذا بادي، ده اكسيال يعني محوري. اب اكسيال يعني ايه؟ بعيد عنه او موازي ليه، يبقى اواي فروم ذا سنترال لاين، بيبقى موازي ليه. يبقى لو حاجه في النص بالظبط سماها اكسيال زي الميديان كده، اب اكسيال زي البارا ميديان كده. ديكستر كلمه فرنسيه معناها رايت، سينستر معناها ليفت، انترا معناها انسايد يعني داخل حاجه من جوه، انتر يعني بتوين بين الحاجه. فلو داخل خليه اقول عليها انترا سيلولر زي الميتوكوندريا مثلا، بريزنت انترا سيلولر، ولكن الفلويد اللي بره الخلايا بين الخلايا بسميه انتر سيلولر يعني بين الخلايا. سب يعني تحت زي سب سكابلر فوسه، سوبرا يعني ايه اب او اباف،
ودي خدناها فوق اهيت برضو. والبارا اخصائي بارلل، اما اقول بارا حاجه يبقى موازي ليها. الحيوانات اللي هندرسها اللي هي الدوميستيك انيمال، الحيوانات المستانسه. احنا عارفين الانيمال مقسمه لجزئين، دوميستيك يعني مستانسه يعني بتتربى في البيوت وفي المزارع، وفي وايلد موجوده في الايه بره في الصحراء وفي الغابات وكده. اللي احنا ندرسها الايكوين اللي هي الحفريات، ودي حيوانات لها حافر، الحافر بيبقى جزء اسمر في اخر رجل الحيوان عشان يحميها. ايه الحيوانات اللي لها حافر؟ الهورس، الميل بتاع الهورس اسمه ستاليون، والفيميل الانثى اسمها مير. وهندرس الدونكي، وده الحيوان اللي بندرسه اللي هو الايه الدونكي في المشرحه، ده اللي ايه الدمونستريشن اللي احنا بنشتغل عليه. الرومنانت اللي هي المجترات، دول نقسمها لجزئين، لارج رومنانت وسمول رومنانت، الحيوانات اللي بتشتر الاكل زي الكاو والبقر والاوكس الذكر بتاعها، دي الفيميل ودي الميل، والبافلو اللي هي الجاموسه، دول الثلاثه اللي هم لارج رومنانت. السمول رومنانت زي الشيب اللي هو الخرفان، والجوت اللي هي المعيز، الكاناين اللي هي ذات الانياب اللي بتاكل لحمه زي الدوج والايه والكات، والسواين اللي هي زي الخنزير او البيج. المحاضرة بقى أو الجزء الثاني من المحاضرة بتاع النهاردة هنتكلم عن الإيه؟ عن اللوكوموتور سيستم، وده خدناه في المقدمة، وقلنا اللوكوموتور سيستم هو الجهاز الخاص بالحركة، وده بنقسم لجزئين، باسيف ستراكشر وأكتيف. باسيف يعني سلبي ملوش دور في الحركة زي العظم البونز والكارتج الغضاريف، والاتنين دول العلم اللي بيدرسهم بسميه أوستيولوجي. والجزء الثاني الجوينت اللي هي المفاصل، والاسم اللاتيني بتاعها سيندسمولوجي او ارثرولوجي معناها مفاصل. الجزء الاكتف هو الجزء المسؤول عن الحركه زي المسلز اللي هي العضلات، والعلم اللي بيدرسها بسميه مايولوجي. يبقى كلمه اولوجي دي معناها ساينس زي ما نعرف دلوقتي. هنبدا مثلا النهارده بالجنرال ايه اوستولوجي، اللي هو قلنا الاستولوجي بيدرس مين؟ البون والكارتريج. فلما اجي اعرف الاستولوجي اقول ان الاستولوجي هو الساينس، كلمه ساينس يعني اولوجي، اوستولوجي. اوستولوجي اوست يعني عظم، اولوجي يعني ايه ساينس. يبقى الساينس اللي بيدرس مين؟ قلنا الهارد ستراكشر. ايه هم الهارد ستراكشر؟ البون والكارتريج. طيب البون والكارتريج بيتكون ايه؟ بيتكون حاجه اسمها السكيلتون. السكيلتون هو الهيكل العظمي، الهيكل العظمي هو عباره عن شبكه فريم ورك من الهارد ستراكشر اللي هم البون والكارتريج، بيتحلوا مع بعض عشان يحمي اجزاء الجسم الداخليه. فهو بيعمل حاجتين، سبورت وبروتكت. بروتكت لمين؟ بيحمي السوفت تيشو، الانسجه اللي هي الضعيفه زي الاورجنز والحاجات دي بتاع الانيمال. يبقى السكيلتون، السكيلتون تعرفه هو عباره عن فريم ورك من الهارد ستراكشر اللي انتم شايفينه ده، هو ده السكيلتون. السكيلتون بنقسمه على حسب ثلاث حاجات، اول حاجه حسب اللي مكان العظم، according to situation of bone and their embryonic origin. يعني ايه embryonic origin؟ يعني النشأة الجنينية، يعني العظم ده بينشأ من أي جزء من الإيه من الجنين يعني. بنقسمها على حسب مكان العظم، هل العظم ده موجود خارج الجسم وجوه اللي واللي جوه الجزء السوفت تيشو، ولا موجود جوه و من داخل الجسم ومحاط بالسوفت تيشو. لو هو خارجي، لو السكيلتون ده بيبان من بره يعني العظم من خارجي خارج الجسم، بسميه اكزو. اكزو يعني خارجي، اكزو سكيلتون. يبقى اكزو سكيلتون اهو من اسمه مكانه، اكزو يعني اكسترنال، مكانه سيتويتد يعني موجود اكسترنالي. طيب اكسترنال يبقى هينشا من الطبقه الخارجيه للجنين، الطبقه الخارجيه اسمها اكتو ديرم. يبقى اكزو هي اكسترنال هي اكتو، كلمه ديرم دي يعني لير، دي طبقه الجنين، عشان كده قلنا حسب الامبريونيك اورجن. يبقى الطبقه دي بسميها اكتو ديرم من الجنين، هي اللي بتكون لي الاكزو سكيلتون. عكسه بقى الاندو، اندو سكيلتون يعني موجود ايه امبيدد، يعني السكيلتون موجود امبيدد في السوفت تيشو، يعني مش موجود بره زي جسمنا كده، العظم ما بيبانش من بره لانه محاط بعضلات. يبقى امبيدد يعني محشور او موجود داخل، امبيدد في السوفت ستراكشر او تيشو، وده بينشا من طبقه من الجنين اسمها ميزوديرم. يبقى ده بينشا من الاكتوديرم وده من الميزو. ميزو يعني الطبقه الوسط، الطبقه الوسط دي الطبقه الخارجيه. تمام، نيجي نشوف الاكزامبل الامثله. ايه الحيوانات اللي لها السكيلتون بتاعها الطبقه الصلبه بتاعتها بره؟ زي الشيلز، الصدف بتاع الانفرتبريت. الانفرتبريت اللي هي اللافه القريات، بيبقى لها اصداف تبقى زي الصدف موجود ايه خارج. السكيل، القشور بتاع السمك، لما تيجي تنظف السمك كده بيبقى عليه قشور، تعتبر اكزو سكيلتون. الشيلد اوف تيرتل، عارفين طبعا السلحفاه بيبقى عليها ايه اللي على ظهرها الجزء من العظم ده، وده بيسموه شيلد. تمام، الفيزرز اللي هو الايه الريش اللي موجود في الايه في الطيور، ده برضه جزء من الاكزو سكيلتون. الهير، الشعر والهو في الحافر اللي لسه اقول لكم عليه في الانيمال، دي كلها اكزو سكيلتون. طب الاندو سكيلتون بقى اللي هو في جسمنا في الانسان وفي الحيوان، العظم بتاعنا العادي ده زي السكابولا والفيمر والريديس والالنا والحاجات اللي هنقولها ايه دلوقتي، او ده الشيل ده بتاع التيرتل، ودي السكابولا. يبقى ده مثال الاكزو سكيلتون وده مثال الاندو سكيلتون.
نقسم السكيلتون على حسب وضع العظم بتاع السكيلتون، البوزيشن بتاع العظم. لو العظم ده موجود في نص الجسم بسميه محوري السكيلتون، ده بسميه اكزل سكيلتون. الاكزل سكيلتون هو عبارة عن الايه، عن الهيكل العظمي المحوري، يعني العظم بتاعه موجود في محور الجسم يعني في النص. طب ايه اللي في جسمنا العظم اللي موجود في النص؟ ادي السكال، صح، السكال اللي هي الجمجمة موجودة في نص الايه الجسم بالظبط، الفيرتيبرال كولم العمود الفقري، والريبس اللي هي الضلوع، بس الضلوع بتروح على الجناب بس، هو بتدخل تبع تصنيف الاكزل سكيلتون، والاسترنم اللي هي عظمة القص. يبقى دول كلهم امثلة للاكزل سكيلتون عشان لو جت في الامتحان في الاختيار. الابنديكولار بقى بعدت عن النص وراحت في الاطراف، فبيسموها القوائم اللي هي الرجول، يعني الرجلين الاماميين والخلفيين، او الايدين في الانسان والرجل. دي زي مين؟ الثوراسيك ليم اللي هي الفور ليم، القائمه الاماميه او الرجل الاماميه، والبلفيك ليم اللي هي الايه، الهايند ليم اللي هي الرجل الخلفيه. تمام، سموها ثوراسيك ليم لانها عند القفص الصدري، ثوراكس يعني صدري، قفص صدري. بلفيك سموها لانها عند عظام الحوض، لان بلفيك يعني ايه، حوضي. الجزء الثالث من تقسيمه السكيلتون على حسب وضع العظم، السبلانكنيك او فيزرال. السبلانكنيك احشائي او فيزرال. السبلانكنيك ده بيكون من مجموعه عظم موجوده داخل الاحشاء، دي مهمه وبتيجي في الامتحان كتيره جدا جدا، وبتسالوا فيها في الشفه كتيره جدا. اس يعني عظمه بالايه، باللاتيني، اس يعني عظم. بينز يعني اللي هو القضيب، اللي هو العضو الذكري في الايه، في الانسان وفي الحيوان. ففي عظمه في العضو الذكري بتاع الدوج، اهو يبقى اس بينز في الدوج. يبقى لو جالنا في الامتحان امثله السبلانكينك او الفيزرال سكيلتون او بون، اقول الاوس بينس في الدوج، وبالتالي دي موجوده في الميل بتاع الدوج، عظمه موجوده في الايه، في القضيب. العظمه الثانيه موجوده في القلب بتاع الرومننت، اوس كوردس. كوردس يعني قلب باللاتيني، اوس يعني عظمه، هنا مفرده اوس كوردس يعني عظمه واحده موجوده في القلب بتاع الايه، المقترات اللي هي الرومننت اللي خدناه من شويه، اللي هي اللارج والسمول رومننت زي الكاو والاوكس والبافلو والشيب والجون. في أسة هنا بقى جمع بقى، أسة دي لأن اللاتيني لا يجمع بإضافة الإس واحد، فهنا بيضاف بالإي بس عشان قبليه إس كررت الإس. أسة دايفراماتيكاس لأنهم أكتر من عظمة، تقريبا من 3 لغاية 5 موجودين في الديافرام، الحجاب الحاجز بتاع الكامل. يبقى دي أمثلة لإيه، للعظام الموجودة داخل الأحشاء. يبقى حسب إيه وضع العظم بنقسمها لثلاث إيه، السكيلتون بيتقسم لثلاث حاجات، أكزيال وأبنديكولار وسبلانكين. زي ما حضرتك شايف كده، اللي في النص دول الاكزل سكيلتون اهوت، اللي هو عباره عن السكال، وكل دوت الخط دول فيرتيبرال كولم العمود الفقري، والريبس تبعه، والريبس اللي بتتصل مع بعض من نص عظمه القص هنا اللي هي الاسترنا. هنا الابنديكولار سكيلتون عباره عن العظم بتاع الفور ليم اللي هندرسه السنه دي في الترم ده، والايه العظم بتاع الهاند ليم اللي هندرسه في الترم اللي جاي ان شاء الله. يبقى ده عباره، هنا الفيزرال مش واضحه، مش موجوده في الرسمه دي، لان ده اللي هي الاكسيال والابنديكولار، ولكن الصوره اللي جايه دي هي اللي توضح هنا دي الاوس بينز. يا جماعه شوفوا العظمه قد ايه، او ده البينز اهوت اللي هو القضيب بتاع الدوج، والعظمه جواه اهي، لو طلعناها بره بتبقى بالحجم اللي انتم شايفينه ده، لو شفناها بالاكس ريز هتبان عظمه موجوده في البينز بتاع الدوج. في كمان القلب اهوت بتاع الرومننت، موجود فيه عضله اسمها اوس كورجنز، برده موجوده في المنطقه دي كده بين الاتريوم والفنتركل، الاذين والبطين، ادي العظمه شكلها، وده ده في سنه ثانيه ان شاء الله. بنقسم اخر تقسيمه للايه، للسكيلتون حسب الفايلوجينيك كلاسيفيكيشن. الفايلوجينيك يعني ايه، العظم بيمر بمراحل اثناء الايه، التكوين بتاعه في الجنين. اول مرحله بيبقى غشاء اسمها ممبرين، وبعد كده يتحول لكارتليج اسمها كارتل انليجينس، وبعد كده يدينا عظم. فهو بيمر في حيوانات بيقف عند المرحله الاولى، لو وقف عند المرحله الاولى من الديفلوبمنت اسميه ممبرينس سكيلتون. ممبرينس سكيلتون ده تبقى اضعف حاجه لانه ممبرين مش قوي، زي الانفرتبري، زي الكوكروشز اللي هو الايه، الصرصار. الحته الماده الكيتينيه دي هي عباره عن ايه، ممبرينس سكيلتون بتاعه. تمام، النوع الثاني بقى الكارتليجنس، واقف لمرحله الثانيه اللي هي الكارتليج، فبيبقى ما فيش في جسم عظم ولكن في كارتليج بس، زي الشارك اللي هو الايه، الشارك اللي هو الفك المفترس، سمك القرش. فده بيدي قوه بيسموها مودريت يعني متوسطه سترينس، القوه اللي بيديها يعني. السكيلتون بقى العادي اللي هو البوني اللي بيبقى العظم اللي بنشوفه ومسكناه في المشرحه زي السكابل وبقيه العظم، زي اللي موجود ايه، ده اقوى واحد، وده اللي موجود في الحيوانات اللي احنا بنشوفه وبندرسه. ايه العظم بقى اهميته؟ العظم يا جماعه بيعمل بروتكشن، ده اهم حاجه، بيحافظ على الشيب، الشكل بتاع العام بتاع الجسم. طب بروتكشن ليه؟ لو الفيرتيبرال كانال الفقرات بتحمي السباينال كورد، النخاع الشوكي، الحبل الشوكي اسف. السكال اللي بتحمي البرين اللي هو المخ. الثوراسيك كيج، القفص الصدري بيحمي الهارت.
والبلفز بيحمي مين؟ الريبرودكتيف اورجن، اعضاء التناسل. بيبقى كليفريج يعني يساعد في الحركه، كرافعه، عارفين الروافع فبيساعد في الايه، في الحركه. بيعمل استورج للايه، لبعض المينرال زي الكالسيوم والفوسفورس، طبعا احنا عارفين العظم بيخزن الكالسيوم والفوسفورس، بيخزن الدهن كمان زي حاجه اسمها اليالو بون مارو، هناخدها كمان شويه. انواع ايه نخاع العظام، بيبقى في نوع اصفر هنقوله دلوقتي، البلاد برضو لان اللي بيخلق كرات الدم الحمراء زي ما انتم عارفين في نخاع العظام الاحمر، لان في ثلاث انواع من نخاع العظام، في يالو وفي ريد وفي جيلاتينيس هناخدها كمان شويه. فاللي بيخلق كرات الدم الحمراء ده بيسميه الريد بون ايه مارو. يبقى دي الفانكشن بتاع الايه البون، احنا مش هنجيبها لك في الامتحان، ولكن تاخد كفكره عامه تبقى عارف اهميه الايه العظم. تقسيمه بقى بتاع العظم، احنا خدنا قبل كده تقسيمه السكيلتون، تقسيمه العظم قريبه منها جدا، خدنا من شويه تقسيمه السكيلتون قلنا اكزيال سكيلتون، تقسيمه العظم بقى سماها اكزيال بون، لسه قايلينها اكزيال اللي موجوده في الاكزس. طب طالما في النص يبقى ديت عظم ايه مفرد امبيرد، يعني مش زوجي. كل الاكزيال سكيلتون يا جماعه امبيرد ما عدا الريبس، ضيفوا الحته ديت عندكم، هي مش مكتوبه هنا ولا في الكتاب بس انا بقولها، كل الاكزيال سكيلتون عشان لو جت في الامتحان، كل الاكزيال سكيلتون، كل الاكزيال سكيلتون العظم بتاعها بيكون ايه امبيرد، يعني ايه مفرد ما عدا الريبس، لان الضلوع عندنا على الضلوع على اليمين وعلى الشمال، هي دي الاكسبشن الايه الوحيد. تمام. الابنديكولار قلنا بتاع المين، القوائم الفور والهايند ليم، ده لازم يكون بيرد، كله بيرد، اه عشان كده في التعريب اتزوج، يعني لان في ناحيه يمين وناحيه شمال، فلازم يبقى بيرد، يعني سكابولا يمين وسكابولا شمال. تمام. السبلانك اللي لسه واخدينها دلوقتي اللي موجوده في السوفت تيشو، وخدنا امثله ليها وقلناها بالتفصيل، هي هنا. حسب بقى المنشأ الديفلوبمنت برضو خدناها هناك اكزو سكيلتون واندو سكيلتون، هي نفس الكلام بس هنا يعني هندمجها مع الفايلوجينيتيك الاثنين مع بعض، الاكزو والاندو مع الفايلوجينيتيك، فنقدر نسمي العظم اندو كوندريال بون حسب المنشأ. لو هو مش لو جه العظم كان كارتليج وتحول لعظم حصل له ايه كالسيفيكيشن، يعني ترسب له الايه للاملاح، فده سميه اندو كوندريال زي الرسمه اللي تحت اهو، اللون الفاتح ده هو ده اللي كان كارتريج، وبقى حصل هنا تمعظم يعني كالسيفيكيشن لما اترسب الكالسيوم والفوسفورس فادانا عظم ده. طب كان الكارتريج ده نوعه ايه؟ هاي لاين كارتريج، نوع من الكارتريج اسمه هاي لاين كارتريج، وده كل العظم اللي في الجسم ما عدا الانترا ممبريناس. طب ايه العظم بتاعنا اللي ما بيدخلش على كارتريج في مراحل النمو؟ يعني بيبقى ممبرين بس، فايبرس ممبرين، وينقل على العظم على طول زي العظام اللي هي الفلات بون، كل العظام المفلطحه. نيجي نشوف كده ايه العظام المفلطحه في جسمنا اللي هي اللون البيربل ده، اللي هي عظام السكال وعظام السكابولا والبلفز برضو الاليوم في الايه عندنا في الحيوانات، هي دي العظام المفلطحه في الديفلوبمنت بيسميه انترا ممبرينس بون، يعني ما بتمرش بمرحله الكارتليج، فبتبقى العظمه ديت مفلطحه عشان كده، وبتبقى ضعيفه مش زي العظام دي بتبقى قويه لانها بتمر بمرحله الكارتليج ويحصل طبعا كده ايه تمعظم. التقسيمه الثالثه على حسب الشيب بقى، ودي اهم واحده ودي اللي ركز فيها كويس جدا، على حسب الشيب والبوزيشن والفانكشن بتاع الايه العظم، بنقسمه ايه تيوبلر بون، وتيوبلر جاي من تيوب، وتيوب يعني انبوبي، انبوبي زي انبوبه القلم كده، لا جدار ولا تجويف من ايه من النص. الجدار ده هو بيسميه ايه كومباكت وسبونج بون، والتجويف اللي في النص بسميه ايه كافيتي، تجويف يعني كافيتي. ادي الجدار اهوت، الجزء اللي فوق ده كله الجدار الابيض، والجزء اللي بالازرق ده بتحتوي على كافيتي، الكافيتي ده بسميه ميدلاري كافيتي، اللي هو ايه تجويف النخاع العظام، لان النخاع موجود جواه. فده لو شفت اي عظمه بالشكل ده اللي هي عباره عن جدار كده تيوب وجواها كافيتي ومطوله كده، يبقى اقول عليها ديت وانا بغمض تيوبلر بون. تمام. التيوبلر بون ثلاث انواع، طويله لونج تيوبلر. ايه اللونج تيوبلر؟ طالما لونج يبقى وصفها على طول لونجر، ولو خدت فيها كروس سيكشن بتبان اسطوانيه، فهي اللونج سلندر كده، ادي اول وصف ليها. الحاجه الثانيه لسه قايل لكم تحتوي على ايه من الداخل، لان شرط اساسي للتيوبلر تحتوي على مدلري كافيتي، التجويف اللي بنقول فيه نخاع العظام البون مارو. تمام. طيب ايه اجزائها؟ لها جسم، الجسم ده هو اللي هي الماسوره يعني بتاع العظم ده بيسميه شافت، ليه اكتر من اسم بسميه شافت، وهي هو بادي يعني جسم، هو كوربس، هو دايفيسز، الاربع اسماء تحفظوهم لانها بتيجي باي صوره في الامتحان، يبقى شافت هي بادي هي كوربس هي دايفيسز، هي فين في الرسمه اللي هي المنطقه دي كلها، دي كلها اه لا الرسمه شافت او دايفيسز، وليه اتنين اكستريميتيز، اكستريميتيز يعني طرفين باللاتين يعني ابيفيسز، طرفين علوي بروكسيمال ابيفيسز وسفلي ديستال ابيفيسز، في منطقه اتصال بين الاتنين يا جماعه بين الابيفيسز والدايفيسز،
اسمها ايه؟ ميتافيسز. يبقى ما المقصود بالميتافيسز؟ هي المنطقه الريجن المحصوره بين الابيفيسز والدايفيسز. طالما عندي اتنين ابيفيسز يبقى انا عندي وانا مغمض اتنين ايه؟ ميتافيسز. هي بالميتافيسز هي المنطقه المحصوره بين الابيفيسز والدايفيسز، تمام؟ وبتحتوي على حاجه اسمها ابيفيزيال بليت المسؤول عن النمو العظمي، هنقوله كمان شويه عشان ما تلخبطوش. ايه العظم ده بيجي ينمو؟ بينمو ازاي؟ بينمو يا جماعه ايه؟ في اتجاه واحد اللي هو الفوق، اللي هو الاتجاه اللي ايه؟ طولي كده، مش بينمو بالعرض لا بالطول. فالنمو بتاعه بيكون يوني دايركشنال، يعني في اتجاه واحد، وان دايركشن. كلمه وان يعني يوني. يبقى العظم اللي هو اللونج تيوبلر بينمو في وان، في وان دايركشن اللي هو الطولي، سواء فوق او تحت. المسؤول عن النمو هو الابيفيزيال بليد ده، تمام؟ فبينمو لفوق كده او لتحت كده، بس هو اتجاه ما بينموش بالايه؟ بالعرض كده زي الايه؟ الفلات بون. ماشي يا جماعه؟ يبقى ده حاجه مهمه جدا. طالما ده عظم طويل يبقى العظم ده مسؤول، بيساعد في الايه؟ في الحركه، في الليف، وبيساعد دي بيعمل سبورتنج الايه؟ للماسل والاجزاء اللي هي السوفت تيشو. ايه الاكزامبل اللي عندنا اللي عشان لو جت في الامتحان لونج تيوبلر؟ معظم العظم اللي هتدرسوه لونج تيوبلر، زي الفيمر اللي تبقى الترم اللي جاي، والهيومرس اللي تبقى السكشن اللي جاي ان شاء الله. يبقى كل العظم الطويل، وهنقول امثله منه كتيره دلوقتي، على اللونج تيوبلر. تيجي في الامتحان يقول لك اديني اكزامبل على اللونج تيوبلر، ايه تقول اي واحد من دول، او نجيب في الاختيارات. فاللينجو تيوبلر، تيوبلر يعني انبوبي، لازم يحتوي على كافيتي من جوه، بسميه مدلاري كافيتي. لازم يحتوي على جسم، الجسم ده بسميه شافت او دافيسز، ليه طرفين، اكستريميتي فوق واكستريميتي تحت، وبينهم ميتافيسز. ده الايه الكاركترستيك ده. زي العظمه اللي انت ضغطوها ديت في الايه السكشن اللي جايه، ادي اكستريميتي واكستريميتي، دي عظمه الهيومرس، وادي الايه الشافت اللي بقول لكم عليه، تمام؟ نيجي بقى الشورت تيوبلر، تاني نوع من التيوبلر. الشورت هو اللونج ولكن على صغير، يعني حجمه بقى صغير شويه، عشان كده سموه شورت ولكن محتفظ بالتيوبلر. زي الفلانجيز، فلانجيز دي اللي هي السلميات اللي ايه؟ الديجيت، الصباع. الحيوان زي الاكوان بيبقى فيها ثلاث سلميات اهو، اللي فوق دي بسمها بروكسمال فالانكس، او الايه الفيرست فالانكس، او بيسموها الاسم الثالث لونج باستر مور، كل ده صح. اللي في النص دي بسميها الميدل فالانكس، او الايه الميدل او السكند فالانكس، او بيسموها الشورت باسترن بون. العظمه اللي تحت دي بسميها الايه الديستال فالانكس، او السيرد فالانكس، او الكوفن ايه بون. الثلاثه دول ده وده وده النوع بتاعهم شورت تيوبلر بون، عشان لو جه في الامتحان. النافيكولر دي تبع السموه ده، هناخدها دلوقتي مش تبع الشورت. التقسيمه الثالثه اللي هي الريديوسد لونج بون، ركزوا معايا في دي عشان دي مهمه جدا وبتيجي في الامتحان. يعني ايه ريديوسد لونج بون؟ بصوا العظمه اللي بتفهمه، العظمه دي في عظمه طويله هي خالص، لها اتنين اكستريميتي ولها شافت، يبقى انا مغمض لونج ايه تيوبلر بون. ولكن في عظمه ثانيه لازقه فيها هي ودي، العظمه اللي لازقه فيها ديت قصيره عنها، صح؟ صح. ولها جزء اكستريميتي كبيره وجزء الديستال مش موجوده، صح؟ يبقى دي بسميها ايه ريديوسد لونج بون. يبقى ريديوز لونج بون هي لونج بون ولكن ما كملتش النمو بتاعها، عشان كده سموها ريديوز. ريديوز يعني مختزله، مختزله يعني ما كملتش الديفلوبمنت بتاعها، يبقى انكمبليت ديفلوبمنت، يعني ما حصلهاش ايه نمو ايه تام، وعشان كده لها وان اكستريميتي وما لهاش الايه ديستال اكستريميتي، وعشان كده الكافيتي من جواها البون مارو كافيتي بيبقى صغير، وعشان كده مستحيل تكون موجوده لوحدها، لازم تبقى موجوده فيوزد مع ايه لونج بون زي ما انتم شايفين كده، ولازم تبقى اقصر منها ما توصلش للنهايه. والمثال اللي عندنا الميتاكاربال، السمول ميتاكاربال دي اسمها اللارج ميتاكاربال، دي لونج بون، ولكن السمول ميتاكاربال ده اللي انتم شايفينهم دول، دي ودي، دول مثال للريديوس دي لونج بون. وده مثال منظر من على اللاترال عشان تشوف ان هي ما توصلش للنهايه، تيجي للنص كده وتقع. يبقى ديت لو جت في الامتحان ده، هي الميتاكاربال ده اللارج، دي ايه عباره عن ايه لونج بون، لونج تيوبلر، ولكن ده اللي هي السمول ميتاكاربال دي ريديوس دي لونج ايه لونج بون. في امثله تانية عندنا اللي ايه للريديوس لونج بون، ودي بتيجي في الامتحان كتير جدا، الفيبيولا هذا موضوع الترم اللي جاي، والالنا ناخدها السكشن اللي جاي في الايه في الترم ده، بس بتوع مين؟ الهورس. ليه؟ لان بتوع الرومننت لونج بون. هنعرف ازاي؟ المنظر انت تشوفه ده بتاع الهورس اهو، ده الفور ليم بتاع الهورس، ده الاسكابولا، ودي الهيومرس اللي بقول لكم عليه، عظمه الهيومر، تمام؟ ودي الريديوس والالنا. الالنا عباره عن لونج بون، لونج تيوب، ولكن الايه الريديوس، اسف، الالنا القصيره دي هي اللي دي الريديوسد لونج بون. شوف قصيره ازاي ما توصلش للنهايه. ده لو في مين؟ في الاكواين، في الهورس. ولكن في الرومننت يا جماعه بصوا، بصوا ايه اللي حصل هنا في الرومننت. الرومننت اهو الريديوس اهي، والالنا هي طويله برضو.
الالنا في الرومنانت لها بروكسيمال اكستريمت ولها ديستال اكستريمت ولها شافت وطويله، يبقى ما اقدرش اقول عليها ريديوس لونج بون. عشان كده وانا في الشرح قلت لكم ان هورس، يعني الالنا بيكون ريديوس لونج بون ان هورس. تمام، ركزوا في الحته دي عشان دي في الامتحان. النوع الثاني بكده خلصنا التيوبلر بون، وقلنا ان هي ثلاث انواع لونج وايه وشورت تيوبلر بون وريديوسد ايه تيوبلر بون. النوع الثاني من العظم بقى اللي هو الشورت بون، الشورت اللي هو العظم الصغير ده اللي موجود عندنا في الرسغ بتاعنا وموجود عندنا في الايه في الكعب بتاعنا. تمام، يعني في الكربل والترسل، دي عظام الرسغ ودي عظام الايه الكعب. دي عظام صغيره شورت ويكون سيميلر ديمنشن، يعني الابعاد بتاعتها يعني الطول والعرض والارتفاع قد بعض تقريبا قد بعض، فعشان كده بيسموها سيميلر ديمنشن. دي بتحتوي التركيب الاساسي فيها الاسبونجي وليس الكومباكت عكس اللونج بون. الناس تقول لكم الحته دي التيوبلر بون بتتميز ان الكومباكت فيها هو اللي بيبقى اكتر، ولكن الشورت بون بتتميز ان الاسبونجي لير اللي هنقولها كمان شويه هي اللي بتبقى اكبر من الايه من الكومباكت. الفانكشن بتاعتها دي بتقلل الاحتكاك، بتقلل ريديوس كونكشن يعني احتكاك بين العظم، وبتعمل ديفيوز كمان يعني توزعه الاحتكاك ده لانها عظم كتير مش عظمه واحده، فبتوزع الايه الضغط من العظمه اللي فوق عليها واللي تحتيها على بقيه العظم التانيين. الاكزامبل اللي عندنا الكربل والترسل بون هنشوفهم دلوقتي في الرسم اللي جايه. اهو فين دول؟ دي الكربل اهو في الرجل لما قصاد هنا ورا الترسل. الكربل ديت لو كبرتها بتبان بكده، ادي العظم 1 2 3 و3 تحت بيبقوا ايه عددهم من ايه من 6 ل 7، من 6 ايه ل 7 عظمات. النوع الثالث اللي هو الفلات بون، من اسمه هو فلات يعني مفلطح، ودي خدنا منها طبعا على طول انت مغمض الاسكابولا اول سيكشن. يبقى الفلات بون هي العظام المفلطحه، يبقى الشكل بتاعها مفلطح بليت لاين زي اللوح، عشان كده بيسموها عظام لوح الكتف. تمام، بليت لاين بليت لاين. الاستراكشر بتاعها بقى بيتكون من اتنين كومباكت لير، اتنين كومباكت وبينهم سمول سبونجي، يعني السبونجي هنا صغير مش زي الايه الشورت الشورت بون. تمام، عباره عن تو لير من الكومباكت وبينهم ايه سمول سبونجي لير. دي بتنمو يا جماعه، خلي بالكم بقى ركزوا معايا، احنا قلنا التيوبلر بتنمو في وان دايركشن يوني دايركشن اللي هو اللينجيتيودنال الطولي اللي فوق او لتحت بس في طولي بس، هنا بتنمو في اتنين دايركشن، يعني دي باي دايركشنال. باي يعني تنمو بالطول وبالايه وبالعرض عشان هي فلات، يعني تنمو كده طوليا وتنمو برضو بالعرض كده. طب ليه كده؟ عشان تمسك فيها عضلات كتيره، وعشان كده الفانكشن بتاعتها ان هي بتدي مساحه كبيره جيف لارج اريا فور ماسل اتاتشمنت. اتاتشمنت يعني تمسك العضلات تمسك فيها يعني. عشان كده كل ما تكون العظمه مفلطحه كل ما يمسك فيها عضلات كتير، وعشان العضلات بتيجي منشأها من فوق فتلاقي دايما بدايات الايه الرجول تلاقي عظم مفلطح سواء في الفور ليم او الهاند ليم. ايه الامثله اللي عندنا في الفور ليم؟ الاسكابيولا، في الهاند ليم الاليوم برضه من وعظام الاسكال، لان الاسكال برضه موجوده في اول الجسم من ايه من فوق او قدام فبيمسك فيها عضلات. تمام، يبقى دي الامثله للفلات. السيساموييد من اسمها، السيساموييد يعني زي حبه السمسم، زيها في الحجم ولا في الشكل؟ لا في الشكل، يبقى ريزمبل تشبه السيسم سيد، حبيبات السمسم في الشكل بالظبط زي ما تشوفها في المشرحه زي حبه السمسم. دي موجوده يا جماعه ايه عظمه صغيره كده عند الايه الاوتار التندون بتاع العضله وعند الجوين. طب ليه موجوده عند الاوتار وعند التندون؟ عند التندون عشان تقلل الفريكشن بين العظم وبين التندون نفسه، بتقلل احتكاك بين الاوتار بتاع العضله والايه والعظم. طب موجود عند الجوينت ليه؟ عشان تغير الدايركشن بتاع التندون، عشان تغير الدايركشن بتاع الايه الشد بتاع التندون وهو بيشتغل، بتغير الدايركشن. يبقى هي عظمه صغيره بتغير الدايركشن بتاع التندون، تشينجز دايركشن اوف تندون، وبتعمل تقلل الفريكشن. ديمينش يعني ايه؟ ريديوس يعني ديكريز، يعني تقلل فريكشن يعني الاحتكاك بين مين ومين، التندون والايه والبون. الاكزامبل اللي عندنا اعرفوه عشان بتيجي في الامتحان، الباتيلا. الباتيلا اللي هي الصابونه بتاع الرجل، بيسموها صابونه مش عارف ليه. الباتيلا، الباتيلا دي ذا لارجست سيساموييد بون، دي بتيجي في الامتحان كتير قوي. الباتيلا هي اكبر سيساموييد بون في الجسم. العظمه الثانيه المثال للايه للسيساموييد عظام اسمها النافيكولار بون اللي لسه قايل لكم عليها من شويه. النافيكولار او الاسم الثاني بتاعها ديستال سيساموييد، ودي اصغر سيساموييد بون. يبقى اكبر سيساموييد الباتيلا واصغر سيساموييد النافيكولار او الديستال. في كمان عظمتين اسمهم بروكسيمال سيساموييد بونز، جمعوا لانهم بيبقوا اثنين مش واحد، امال النافيكولار بتبقى واحده في الرجل يعني في الرجل الواحد. نيجي نشوف الحاجات دي ممكنها. ادي يا جماعه العظمه الصغيره ده هي دي الايه الصابونه او بيسموها الرطفه، الرطفه باين باللغه العربيه اللي هي دي.
دي الباتيلا، دي ذا لارجست سيسموييد، اوعى حد ينسى دي. طب ديت بقى اللي فوق دي البروكسيمال او اتنين اهو، بروكسيمال سيسموييد، دي عباره بروكسيمال سيسموييد. طب العظمه اللي تحت دي خالص دي، ده مش ديت، لا دي النافيكولار اللي هي الديستال سيسموييد اللي هي اصغر سيسموييد بون. هنشوف لها منظر تاني اهو، دي لوحدها، الصوره دي خدناها من شويه، ادي النافيكولار. يبقى لو جت النافيكولار دي وقلت لك نوعها ايه في الامتحان تقول لي سيسموييد، ولكن اللي فوق دي نوعها ايه؟ هتبقى شورت تيوبلر بون. ارجعوا للتقسيم وانطرفوا. ماشي يا جماعه. النوع الخامس الريجولار، الريجولار لانه ليه اكتر من زوائد، وانا مغمض على طول بقى ايه الفقرات الفيرتبري. فيرتبرا يعني فقره واحده، في الجمع بضيف اي لان كلمه لاتينيه ما بضيفش اس، يبقى ما اجي انطق اقول فيرتبري. فيرتبري دي معناها اللي هي فقرات، لانها بتنمو في اكتر من اتجاه وشكلها بيكون الريجولار، فعشان كده سموها ريجولار بون. يبقى الفقرات كتقسيمه بسميها ايه؟ من نوع الريجولار بون. الونجيتد لانها مطوله زي الضلوع، هنشوف لها الصوره دلوقتي. الونجيتد بون يبقى النوع السادس الالونجيتد اللي هي مطوله زي الريبس الضلوع. نيوماتيك يعني هوائيه، البي سايلنت اسمها نيوماتيك، هو العظم اللي اتفرغ عشان ايه يبقى فيه هواء مكان النخاع العظام. زي ايه؟ زي اللي عندنا الجيوب الانفيه. الجيوب الانفيه دي عباره عن بيسموها بارا نيزل ساينس، بارا يعني موازي، نيزل يعني انفي، ساينس يعني جيب، اللي هي جيوب الموازيه للانف اللي احنا بنسميها عندنا الجيوب الانفيه، اللي هي ده بيبقى فيها هواء ما بيبقاش فيها بون مارو. تمام. وزي العظم بتاع الجناح بتاع الطيور، الفلاينج بيرد، الطيور اللي بتطير الجناح بتاعها مبقاش فيه بون مارو عشان يبقى خفيف لانه بيتحرك اثناء الطيران، فبيبقى في تحتوي على نيوماتيك بون. ادي النيوماتيك بون اهو، سميناها نيوماتيك ليه؟ لانها تحتوي على هواء. نيوما يعني اير، اير سبيس مكان مين؟ مكان البون مارو، مكان النخاع عشان يبقى خفيف. نيجي بقى دي مراجعه سريعه اهوت، ادي دي لونج بون وانا مغمض، كافيتي واثنين اكستريمت وشافت، دي سيميلر دايمنشن يبقى شورت بون وانا مغمض، فلات يبقى فلات بون زي الاسكابولا، الونجيتد يبقى الونجيتد بون زي الريبس، تحتوي على هواء من الداخل يبقى نيوماتيك، شكلها حبه السمسم السامويل، شكلها الريجولار يبقى الريجولار زي الفرتبرين. ودي بقى حيوان كده، الرسمه ديت كده ايه عشان تذاكروا عليها بقى. الاسكال مثلا اقول نوعها ايه يا جماعه؟ هنقول فلات بون. الفرتبري الريجولار كلها، الريبس الانجيتد، الاسكابولا فلات بون، الاليوم فلات بون، الهيومرس الهيومرس عظمه الهيومرس بتكون لونج بون، والريدياس لونج بون، ولكن الالنا اللي ورا ديت ريديوسد لونج بون، والكاربال شورت ايه؟ شورت بون، والميتاكاربال لونج بون، والفلانجيس شورت تيوبلر بون، والسيسامويد سيسامويد والباتيلا سيسامويد ايه بون. برضو عشان تذاكروا عليها دي مهمة جدا، صوروها عشان تعرفوا أسماء العظم اللي هتدرسوه في الفور ليم كله، وتشرحوا بقى تقولي كل واحدة نوعها ايه، أهم حاجة كل عظمة أعرفها نوعها ايه عشان ده اللي بيجي في الامتحان. شكرا.